لينا قنوع، اهلا وسهلا بك معنا استاذه لينا. اذا يعني نتحدث بدايه عن الشهر الماضي وكيف كان اداء مؤشر الدولار، لاحظنا ارتفاعات متتاليه وايضا مستويات قياسيه وصل اليها. نعم، صباح الخير. بالفعل أحمد، وصلت وصل مؤشر الدولار إلى مستويات قياسية ارتفع، وكان السبب الرئيسي وراء ارتفاعات مؤشر الدولار الأمريكي هو ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي وصلت إلى مستويات قياسية، نتحدث عن أكثر من 1.5% في الارتفاعات، فهذا ساهم بارتفاع مؤشر الدولار مدعوم بما قاله جيروم باول إلى رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حول توقيت تقليص برنامج شراء الأصول في نوفمبر، فارتفاعات وصلناها فوق 94.50، يعني أعلى مستويات منذ 11 شهر، يعني منذ نهاية نوفمبر أعلى مستوى في عام 2021 لمؤشر الدولار الأمريكي. فالتوقيت بتقليص برنامج شراء الأصول والتوقعات برفع أسعار الفائدة ساهم في دفع مؤشر الدولار الأمريكي رغم تراجعه في آخر جلستين، لكن حقق ارتفاعات تعتبر قوية للدولار الأمريكي نتيجة تلك حتى البيانات الاقتصادية الإيجابية كانت من مؤشر الـ ISM الصناعي، جاءت جدا إيجابية، وغيرها من البيانات الأخرى التي دعمت مؤشر الدولار الأمريكي نحو الارتفاع. طبعا نترقب يعني الخبر الأبرز في تحركات مؤشر الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وهو بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية التي سوف تكون يوم الجمعة كما اعتدنا، لمعرفة فيما إذا كانت الوظائف الأمريكية الغير زراعية إذا كانت أفضل من التوقعات، هذا بالتالي سيكون له تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي ويزيد من احتمالات فعلا تقليص برنامج شراء الأصول في وقت مبكر وارتفاعات خلال أسعار الفائدة في عام 2022 بدل التوقعات السابقة التي تحدثنا عنها عام 2023. نعم، يعني هنالك العديد من الأخبار على الأجندة الاقتصادية خلال تعاملات هذا الأسبوع من المتوقع أن تؤثر على مؤشر الدولار، لكن نذهب إلى اليورو. لاحظنا هنالك تذبذبا واضحا في أداء اليورو في ظل المعطيات التي تقدمت خلال الأسبوع الماضي مع نهاية الشهر الماضي، لكن هل من المتوقع استمرار حالة التذبذب في أسعار اليورو يعني في المستقبل القريب؟ نعم، من الاحتمال أن نشاهد بعض التذبذب في اليورو نتيجة أنه نحن شهدنا قوة الدولار الأمريكي عكست بشكل سلبي على أداء اليورو، فاليورو مقابل الدولار شهد تراجعات رغم ارتفاعه في نهاية الجلسة نتيجة تراجع الدولار الأمريكي سبب بعض القوة في اليورو. يعني السبب الرئيسي كله تحركات الدولار الأمريكي التي تلعب دور رئيسي بالفعل في تحركات اليورو، يعني وإضافة إلى ذلك ربما أيضا يعني الأزمة التي تمر بها بريطانيا ربما تنعكس سلبا بشكل عام على تحركات اليورو وأيضا على الجنيه الاسترليني، لكن بشكل عام الدولار هو المؤثر الرئيسي. التحركات متوقعة أن يستمر الاتجاه الهبوطي لليورو، ولا أستبعد بعض التذبذبات خلال الفترة القادمة لحين أن تظهر البيانات الاقتصادية التي سوف تعطينا فكرة أوضح عن تحركات الدولار الأمريكي وعن نية الفدرال الأمريكي حول توقيت تقليص برنامج شراء الأصول، وبالتالي سيكون له تأثير على تحركات اليورو. نعم، تحدثت أستاذة لينا حول الجنيه الاسترليني الذي بقي في حالة من التذبذب أيضا، لكن في ظل الاحتجاجات في بريطانيا وأيضا يعني التوقعات حول استمرارية سلاسل التزويد للمحروقات هناك، ما مدى تأثير هذه الأخبار على أداء الجنيه الاسترليني حاليا؟ الجنيه الاسترليني كباقي العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي شهد تراجعات خلال الفترة الماضية، لكن في آخر جلستين شفنا الارتفاعات التي شهدناها على لكن هذه الارتفاعات كانت مدعومة بنمو الاقتصاد البريطاني ب 5.15%، فهذا دعم تحركات الجنيه الاسترليني في بيانات اقتصادية ظهرت، فبالتالي أثرت على تحركات الجنيه وأيضا تراجع الدولار الأمريكي، رغم يعني ربما
مشكلة في سلاسل التسويد وسلاسل التوريد بأزمة الغاز لها ربما هذا الدور، لكن المشكلة يعني تحركات الدولار كما ذكرت هي اللي عم تلعب الدور الرئيسي في تحركات العملات المقابلة للدولار الأمريكي. فيعني نحن عم نشهد يعني نوعا ما مؤثرات دولار أمريكي وبيانات اقتصادية، فالجنيه الاسترليني أيضا حالة من التذبذب سوف يشهدها خلال الفترة القادمة. نعم، يعني أستاذة لينا من أسعار العملات نتحدث قليلا عن أسعار السلع، يعني تحديدا النفط، هنالك بعض الحديث حول تقليص الكميات، ويعني مع أوبيك بلس محادثات كانت من الكونغرس الأمريكي وغيره من الدول تتحدث حول تقليص الإنتاج، وهناك تذبذب واضح بين الارتفاع والانخفاض تحديدا لسعر برنت، ما هو المتوقع خلال الأيام المقبلة بهذا الخصوص؟ نعم، بالنسبة لأسعار النفط حققت ارتفاعات الأسبوع السادس على التوالي من الارتفاعات والمكاسب التي نشاهدها رغم التراجعات وحالة من التذبذب شهدناها خلال الأسبوع الماضي، وصولا يعني تقريبا بريت وصلنا إلى 80 دولار، توقعات بأن يتصل أسعار النفط إلى أكثر من ذلك، نحن نتحدث كنا عن 90 و100 دولار، لا نستبعد ذلك خلال الفترة المتوسطة والطويلة. هناك عدة أسباب تدعم ارتفاعات أسعار النفط، تعافي الطلب على الطلب العالمي على النفط، وهناك توقعات بأن يعود الطلب العالمي على النفط ما قبل جائحة كورونا ب 100.8 مليون برميل يوميا كما توقعت وكالة الطاقة الدولية. هناك الدول التي تدهورت أوضاعها الصحية مثل الهند التي تعد من الدول المستهلكة للنفط وارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا، هناك تراجع في عدد الإصابات في انفتاح في بعض الإغلاقات الاقتصادية التي شهدناها، فهذا دعم أسعار النفط، زائد تعطل الإمدادات بسبب إعصار أيضا ساهم في ارتفاع أسعار النفط. لكن هلأ التوقعات أنه رفع أو زيادة الإنتاج، نحن نترقب اجتماع أوبك بلس غدا، فإشارات بأن يكون هناك التزام برفع الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا، هناك توقعات بأن يكون هناك رفع أكثر، أن يكون هناك حديث ربما سيكون هناك زيادة لإنتاج بأكثر من ذلك من قبل أوبك بلس، فسيكون هناك بعض الضغط على أسعار النفط خلال هذه الفترة، وخاصة سنشهد حالة من التذبذب حين ما حين انتهاء اجتماع أوبك بلس وما سيصدر عن هذا الاجتماع. لكن أي رفع لزيادة الإنتاج سيكون هناك عامل ضاغط على أسعار النفط. نعم، يعني هل تتوقعين أن نصل بأسعار برنت إلى 100 دولار، في ظل أن يعني حتى جولدمان ساكس عادت تقديرها للأسعار خلال الفترة المقبلة من 75 دولارا إلى 90 دولارا، إذن هل سنشهد ملامسة 100 دولار خلال الفترة المقبلة في حال عدم تقليص الإنتاج؟ نعم، ربما 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 نشهد ذلك بالفعل، في احتمالات ذلك الاحتمالات واردة، لأن نتيجة الانفتاح الاقتصادي تراجع في عدد الإصابات، يعني نحن عم نشوف كنا خلال الأسبوع الماضي في ارتفاع في عدد الإصابات لكن انخفاضات على بشكل أسبوعي، الدول المستهلكة للنفط في عم تشوف تراجعات في عدد الإصابات، فهناك طلب من متنامي من النفط، فالتوقعات بزيادة الطلب العالمي على النفط وخلال الفترة القادمة. وأيضا السبب الأساسي ربما سوف أذكره وأيضا أزمة الغاز، بالفعل هناك من توجه من الغاز إلى النفط، هذا دعم الطلب على الطلب العالمي على النفط، فأتوقع ارتفاعات خلال الفترة القادمة وليس بالفترة الحالية بالفعل لوصول برنت إلى مستويات أكثر من ذلك. نعم، يعني ووصل الغاز إلى أسعار قياسية أيضا لاحظنا خلال تعاملات الشهر الماضي. نعم. ماذا عن أسعار الأسهم العالمية؟ هل نتوقع أيضا استمرار أو هنالك معطيات تفتح من نفسية المستثمرين في الأسواق العالمية؟ نعم، أسواق الأسهم العالمية ربما تراجعت خلال الأسبوع الماضي، شهدت جميع المؤشرات تراجعات وخاصة مؤشر ناسداك المختص بالأسهم التكنولوجية شهدنا فيه ضغط، وخاصة هو الأكثر يعني الأكثر الأسهم أو المؤشرات تراجعا بسبب عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاعاتها التي سببت الضغط على مؤشر ناسداك. أيضا كان هناك تحديد جيروم باول عن
التضخم، ربما هناك سيكون ارتفاعات وعن تقليص برنامج شراء الأصول سبب الضغط، لكن ربما ساهم بعض الدعم على بعض انه ربما سيكون هناك تمرير لحزمة الإنفاق على البنية التحتية من التحتية، فهذا ساهمت في دعم أسواق الأسهم الأمريكية خلال آخر جلسة تداول يوم الجمعة، سببت هذه الارتفاعات. وأيضا يعني البيانات الاقتصادية الإيجابية عن النمو الاقتصاد الأمريكي الذي أظهر ارتفاعات بأفضل من التوقعات، نحن نتحدث ب 6.16%، كل هذه العوامل ساهمت أنه أعطت بعض الإيجابية وبعض الدفعة في آخر جلسة يوم الجمعة. لكن بالتالي المؤشرات الثلاثة الأمريكية، فلنتحدث عن مؤشر S&P 500 الذي ارتفع بارتفاعات متواصلة خلال 7 أشهر الماضية، شهدنا أول تراجع لمؤشر مؤشر ستاندرد اند بورز الذي يضم كبرى الشركات الأمريكية، تراجعات عليه. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.